في الاول الف مبروك افتتاح القناة، الله يبارك وانا فيه. سعيدة ان انا موجودة معاكم في اول يوم افتتاح. زي ما كنت موجودة برضو معانا في اخر حلقة يعني. انت تحب دايما كانت وسينة في كل المناسبات يعني. انا من اهل البيت اصلي. اتفضل. يعني هو برضو دي حاجات جديدة على المجتمع المصري وعلى المجتمع العربي، ما كناش بنسمع عنها من فترة طويلة. ممكن مرة تجسدت في احدى الافلام بتاعت عبد السلام النابلسي زمان، ان هي لبست وبتاع بالظبط يعني. ان هي كنوع من انواع، كان ده بيبقى موجود، ما بشوفوش حتى في الغرب يعني. انا ما بشوفش في الغرب في احتفال طلاق يعني، ما مرش عليا. اذا بس ده ممكن تقصير مني، اذا كان موجود او مش موجود انا ما اعرفش. لكن هل احنا كمجتمعات عربيه هل احنا بنحتفل بحاجه اسمها طلاق؟ يعني ما هو انا اقول لك بقى، امتى احتفل بالطلاق؟ يعني انت ضد ان الزوج او الزوج لما يطلق يحتفل بيه؟ احتفل بايه يعني؟ انت بتحتفل بايه يعني؟ المفروض ان الطلاق شيء طبيعي، بداية حياة جديدة لبعض الاشخاص. ما هو انت دلوقتي طلقت، مش بتبدأ حياة جديدة تاني يوم، انت بتاخد فترة على بال ما تبدأ حياة جديدة. لكن انت بتطلق في نفس اليوم بالليل بيعملوا حفلة. ايوه، بس في بعض الاحيان الناس بتتعب عشان تاخد الطلاق يعني. في زوجة تبقى هل طالع عينها، هل ده يستحق الاحتفال باللي انا بشوفت الفيديوز اللي شفناها؟ هل ده يستحق ان انا اعمل انفيتيشن وتعالوا واحتفلوا معايا ونعمل يعني الناس عايزة تفرح وخلاص؟ لا هي مش كده، لا هي لا للأسف. ولا مش شايفها لا ازاي؟ انا اقول لك شايفها من كذا من كذا من من كذا زاوية. الزاوية الاولانية ان انا بقيت الاحظ انه بقى عندنا فراغ فكري في المجتمع المصري. الاحتفال بالطلاق بيعادل فراغ فكري. فراغ فكري لدرجة اني انا من كتر ما انا فاضية انا بتطلق علشان انا فاضية ما عنديش حاجة، فاعمل ايه؟ نعمل ليه؟ ما تقوليش ده دليل على السعادة او ان انا يعني نتيجة مجهود كبير وطويل ومشقة في الحصول عليه، انا يا جماعة اتطلقت. وهنشوف مع بعض بعد قليل لقطات لا فيها رقص وفرحة. ما بعملوش فرح. ايوه ماشي، ما بعملوش فرح، عاملين احتفال. ايوه احتفال وحلويات وعودي وبتاع، كما لو كنت بتجوز. طب امال في الجواز هعمل ايه؟ طيب تليفون ناخد سامح من الشرقيه. اهلا بيك يا استاذ سامح. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله.